ايديه من الراي حكوا بيهم يطب للسوق يعامل كذب موش الراي حكوا بيهم يطب للديوان عبال الكبار هاي ذول التماسيح دن ما يدوروهن هم مقصد ومعناي لهذا السبب هل جيت واليوم اقطعت لدفاي قالوا خاطر الحيل اركض 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 قالوا خاطر الحيل اركض. احنا بالنسبه لنا صار اللي تجمع بينا في يعني عن طريق الفيسبوك اللي تواصلنا به من كل المحافظات العراق، وهي انطلقت اساسا بالسنة 2013 من محافظة النجف، فتعرفنا وصار بيناتنا يعني علاقة وتواصل اجتماعي بيناتنا، يزورونا ونزورهم وفواتح نطلع لهم، ويعني الحمد لله وشكر الله موفقنا يعني نروح عليهم ويجون علينا، واليوم ان شاء الله بضيافتنا دائما اهل البصرة اهل العمارة اهل الكوت اهل الناصرية اهل الكربلاء كل محافظات العراق. بالبداية احنا على رابطة الفيس من خلال الجماعة على التواصل اجت من اخواننا حياكم الله اجت اخواننا من اهل النجف بدأت عبروا على الحلة والتقينا وطورنا علاقاتنا من خلال الفيسبوك لسه تشوف عندنا اخواننا اهل البصرة بضيافتنا وعندنا من كركوك ومن بغداد رابطة التماسيح والكوت وكربلة والنجف كل محافظات العراق بدأت هي من النجف وسوينا جروب اخونا ابو صفاء الموسوي نشكره وبدايه اللمه وصارت واحنا هنا اهل بابل واحتضننا اخواننا اهل النجف واهل الديوانيه وكل المحافظات تماسيح الديوان والله تمينا تقريبا صار بال 5 سنوات يعني بالنسبه لي طبيت بهذا التماسيح 13 12 اي يعني اخر من يعني يعني انا باعتباره تلميذ التماسيح العراق امثل نفسي تلميذ التماسيح عن طريق يا بعد عمر عن طريق الفيسبوك شفتك وتواصل بالفيس شفت جروبات شوارب تماسيح العراق فانتبهت لهم من انتبهت لهم اثناء الانتماء لهم شفت بيناتهم تواصل يعني اكو فاتحه نشروها بالفيس فلان محافظ فلان توفى شفتهم متجمعوا وانا بعد ما متعرف عليهم صارت عندي فاتحه نشرت ما توقعتهم يعني يجون ما اعرفهم ولا يعرفوني اجوا كل تماسيح العراق اجوا قرات الفاتحه لي فشفت الاخوه فاجئت عمامي قالوا شنو جروبات تماسيح العراق يعني شفت الاخوه بهذه الرابطه تماسيح العراق